لك، وبنفس الوقت لابس لبس مموه يعني بلون الطبيعه اللي قدرت صورت لكم لما اجى الرف، لانه كنت شايف صباح الخير لأغلى وأحلى متابعين بالدنيا كلها، تحياتي لكم جميعا. أنا محمد معكم، رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم إذا الله بيريد رايحين عصيت الدروج الرمادي على منطقة بعيدة عن محل سكني، وإن شاء الله خير والتوفيق من الله. متابعيني الغاليين، انا بدي لكم شغلة. انا الصوت اللي بنزله على القناة ما بنزله على القناة الا ما اكون مجربه. هلأ في كتير ناس بتسألني بتقلي انه انا حطيت الصوت رد عليه بس ما قرب علي. هلأ في شغلة بالصيد بدك تكون مخبى حالك، كيف قاعد انا هلأ بين القصب وكيف لبسي هلأ مموه، هذا اللبس المموه هيك يعني الطير ما بيشوفك، تكون مخبى حالك وبنفس الوقت لابس لبس مموه يعني بلون الطبيعة اللي انت فيها، اذا بستان اخضر اذا يعني بلون الطبيعة قدر الامكان يعني انه الطير ما يشوفك لحتى لي يقرب. شو ما بيكون الطير، شو ما بيكون نوعه. حتى البارود البندقية إذا بالإمكان موها ما في مشكلة.
هذا جاج الارض، جاج مي، بس ما بتلحق يعني كتر ما في عشب ما بتلحق تلمحها، واذا وقعت ما فينا نجيبها يعني صعب جيبها كتير. بتأسف كتير ما قدرت صورت لكم لما اجى الرف، لانه كنت شايل الهاتف عن البندقية، شايل الهاتف عن البندقية والهاتف على جنب، وتفاجأت بالرف، ما قدرت صورت لكم انا وعم عويس. اي والله، يلا الحمد لله على كل شيء. هدول 6 درجات. هذا الدرج الرمادي، هذا الصوت اللي انا عم صيد عليه منزله على القناة، كتير هذا الصوت قوي كتير يعني. الحمد لله، هاي 6 درجات اخذت من الرف الحمد لله.